انا موقفي واضح، انا بيد نزار موقفي واضح. بالنسبه للقياده السابقه ديال الشباب شنو التقييم ديالها؟ لا قياده هايله، مثلا عنه القياده لجنه التنفيذيه كانت هايله وخدمنا كنا، ولكن شباط ما اتفقنا معاه على تصريحاته وعلى بعد العمل اللي قوم به فقط. بالنسبه لنزار بركه كتشوفوا هو المستقبل مثلا؟ طبعا اول نوبه الامين العام السابق فات عطى تصريح عن عنده ولا ولايه واحده وقالها في التلفزه، احنا دابا نشوفوا الاختيار. دابا هذا النزار بركات حنا يدناه دابا مسبقا، هذا الانتخاب عادي وطبيعي. حميد شباط ما اتفقنا معاه، علاش؟ لا على تسييره وانفراده بالقرار فقط. هذا كل شيء، كل شيء ما اتفقنا معاه في هذا الموضوع اللي هو، ولكن ذا ما يعني عنا بين معاه شي حاجه اللي هي خاسره، ولكن احنا ما تلينا ما يدينو. كيقولوا على انه التقرير المالي تلغى في اخر لحظات، ماني عارف نعرف عنه، مالنا اللي نوافقوا عليه نضع ان احنا مقدمين المحكمه.